قناة الرافدين الفضائية ده تتعرض للهجمة. الصوت الحق هي الرافدين، صوت المنطق، صوت الحق، صوت العدالة يا أستاذي. ابن البصرة، ابن الجنوب، كلهم يتصلون من كربلاء، من نجف، يعني صوت القناة وصل لكل الجماهير العراقية، الناس المظلومة، الناس اللي جاي تدافع عن الحق، جاي تريد حارب الفاسدين، هاي الأحزاب الفاسدة، كل العراقي ضد العملية السياسية وضد الأحزاب وضد ذول الميليشيات. يشوف القناة الرافدين هي اللي جاي تنقل الحقائق، وصارت الرافدين هي صدق القناة الوحيدة المعارضة. يعني اعطيني أي قناة عراقية بحتة تدافع على المتظاهرين وتدافع على دم الشهداء اللي انقتلهم على ايد الحشد الطائفي، 800 شهيد، والجرحى اللي وصل عددهم الى 30,000، والناس الفاسدين وقضايا الفساد والمشاريع الوهمية وغيرها وكل شيء، والموازنة وغيرها والسجون والمعتقلين وكل عفو العام. الرافدين هي القناة الوحيدة اللي جاي تنقل معاناة المواطن العراقي البريء، سواء كان سني أو شيعي أو كردي، قناة محايدة لكل العراقيين. فبالتأكيد أنتم مستهدفين، مواقعكم والقناة وتهكير وغيره وضغط عليكم، ضغط من الحكومة العراقية، لأن أنتم القناة الوحيدة، القناة الوطنية الشريفة. أنا الرافدين أكثر من ثاني استاذ، أنا أكثر من 12 سنة أكثر الرافدين، والله ما شفنا غير الخير من عندهم، غير الحقيقة والشغل، وماكو تفرقة، ماكو طائفية. اللي يتكلم الحق يهاجم، ولو أنتم أساسا خاضعين لما تريد السلطة ببغداد ما حد هاجم قناتكم. الذي يهاجمكم حشاكم المحجسامة يهاجمكم جبان ما يطلع بالوجه، فلذلك هذا الهكر جزء من الهجمة على كلمة الحق بالعراق، سواء الشعب أو القنوات. نعم. وأني أقول بارك الله بكم، وهذه إن شاء الله الأمور ما راح تتعبكم ولا تضعكم. قناة أشرف قناة وأشرف قناة على اللي من 2003 إلى هسه حجت بالحق وحجت بالوجود على أرض الواقع. ما يحدث مع القناة هي ضمن المعركة التي تقوم بها إيران الشر، تكميم الأفواه من خلال ما يقوم بتهكير القناة وتهكير حسابات الناشطين وغيرها. فالقناة الرافدين هذه ليست المرة الأولى، تم محاربتها من كانت أظن تبث من مصر. يعني أنا أستبشر بخير، لأن نهاية هؤلاء قريبة. الذي يخاف من قناة، الذي يخاف من صوت الأحرار، نهايته قريبة. إلى متى سيستمرون بهذه الألعاب وبهذه الأساليب الرخيصة؟ هي مسألة وقت، نحن لابد أن نستمر. هكروها اليوم نفتح غدا حساب آخر، وهكذا إلى أن نوضح هؤلاء إلى آخر نفس وإلى آخر جهد في عندنا إن شاء الله. تردون تهكرون موقعها، تردون تهكرون تويتر، تردون تنشرون عن لسانها، يعني أنتوا حسبوها كم سنة صار لها تبث؟